مرحبا بكم على صفحة ترسانة، يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة.net. على الرغم من أنك لا تطرح عادة القضايا والخلافات السياسية، فإن الأحداث في القرن الشرقي الإفريقي تأخذ مسارات عسكرية. ما هو تقييمك للوضع؟ الواقع قد يبدو خطيراً إذا تابعنا سلسلة الأحداث على الحدود بين السودان وإثيوبيا. أضف إلى ذلك المواقف المعلنة لمصر أو إريتريا، ولدينا صورة تظهر توجهاً تصعيدياً. لكني أعتقد أننا بعيدون عن حرب حتمية. ما دور هذين البلدين في التوترات بين الخرطوم وأديس أبابا؟ أعلنت أثيوبيا مرارا وتكرارا بأفواه الكبار المسؤولين والرئيس وزرائها أحمد أبيي إنه هناك حكومة ثالثة تغذي الفتنة، فهل تعتقد أنهم يلمحون للقاهرة؟ لفهم بشكل كامل دور كل دولة متورطة في هذه الصراعات، يجب أن نتذكر مجرى الأحداث وتطور الوضع لمدة 15 عاما على الأقل. المحور المركزي لما يحدث في القرن الأفريقي اليوم هو إثيوبيا. إنها القاسم المشترك بين جميع الخصوم، والتي تجد نفسها منخرطة في كل الاحتكاكات الإقليمية. من ناحية هي عمليا تخوض حربا أهلية. لقد حشدت جيشها الفيدرالي المكون بشكل رئيسي من العرقية الأمهرية لإخماد التمرد والانفصالية في إقليم تيغراي في شمال البلاد. من ناحية أخرى امتد الصراع إلى الحدود الإريترية، لأن عرقية التيغراي هي عنصر مشترك وهي جزء من سكان كل البلدين. أضف إلى ذلك حقيقة أن إثيوبيا احتلت بشكل غير مباشر الأراضي السودانية المعترف بها دوليا. أقول بشكل غير مباشر لأن استراتيجيتها كانت دعم الميليشيات المحلية في محافظة أمهرة التي تدعم رئيس الوزراء الحالي أحمد أبيي. السماح لهم بدخول محافظة الفشق السودانية لبث الرعب بين سكان الحدود وتشجيع الفلاحين السودانيين على الفرار من أراضيهم لصالح المستوطنين الأثيوبيين. لكن النقطة الأكثر سخونة في كل نقاط الاحتكاك هذه هي بالتأكيد استفزازات أديس أبابا ضد القاهرة. أنا بالطبع أتحدث عن الخلاف بينهما حول سد النهضة الشهير. المنطقة باتت مسرح لكثير من التحركات العسكرية وعروض القوة، لكن نقطة التحول الحقيقية ستأتي من السؤال الذي يطرحه الجميع في المنطقة: هل ستقصف مصر السد أم سيتم وضعها يوما أمام الأمر الواقع؟ إذن تجد أسمرة نفسها متورطة لأن الحرب الأهلية الأثيوبية تجري على حدودها، وجزء من سكانها ينتمون أيضا إلى جماعة تيغري العرقية. ليس لهذا السبب فقط. بعد استقلال إريتريا عن أثيوبيا عام 1993 اندلعت حرب بين البلدين ودامت من مايو أيار 1998 إلى يونيو حزيران 2000، وقد أنفقت الدولتان مئات الملايين من الدولارات وتحملت خسارة عشرات الآلاف من الرجال الذين قتلوا أو جرحوا في النزاع الذي انتهى بتغييرات طفيفة على الحدود على أراضي صحراوية غير مأهولة تقريبا. أعتقد أن الرئيس الإريتري إسياس أفورقي أراد استفادة من الوضع في أثيوبيا من ناحية لتسوية حسابات قديمة مع جبهة تحرير تيغراي، ومن ناحية أخرى أراد ببساطة استعادة منطقة بادامي التي هي مثلث من الأراضي التي تطالب بها أسمرة والتي ضمتها أديس أبابا. هل يعني ذلك أن القوات الإريترية عبرت الحدود؟ كيف كانت رد فعل الحكومة الأثيوبية؟ لم يكن هناك رد فعل رسمي من السلطة المركزية،
لكن قائد القوات الفيدرالية المنتشرة في منطقة تغراي أعلن من مقيلي إن أديس أبابا لم تطلب تدخل أسمرة وطلب منها سحب قواتها. ومع ذلك يجب التأكيد على أن جبهة تحرير تغراي ادعت منذ بداية الهجمات التي تعرضت لها إن القصف بدأ من مطار أسمرة، وإنه من الآن فصاعدا أصبح هدفا مشروعا للرد. من جهة تطلب أديس أبابا من أسمرة سحب قواتها المقدرة بحسب شهود محليين بما يعادل 5 كتائب، لكنها من جهة أخرى هذا يناسب خطط الحكومة الأثيوبية المركزية لإخماد تمرد الانفصاليين التغرانيين. بالنسبة للسلطة الإريترية، هي تريد أيضا الانتقام من مقاطعة تغراي العابرة للحدود بسبب حقد تاريخي على الهيمنة السابقة لهذه المجموعة العرقية. أصبح الوضع الإنساني في إقليم تغراي مقلقا، حيث استنكر المراقبون المحليون انتهاكات التي ارتكبتها القوات الفيدرالية ضد سكان المنطقة الانفصالية، فقد انتشرت شهادات لضحايا الاغتصاب الجماعي في وسائل الإعلام المختلفة، على الرغم من حظر السلطات الفيدرالية الوصول إلى المنطقة على الصحفيين. لكن الأخبار حالياً تسلط الضوء على التوترات بين الخرطوم وأديس أبابا، ما علاقتها بالأحداث السابقة التي ذكرناها؟ تتصاعد التوترات بين السودان وجارته إثيوبيا، وأرسلت الخرطوم تعزيزات عسكرية على طول حدودها الشرقية، وهي منطقة غالبا ما تكون عرضة للحوادث بين البلدين. وبحسب وكالة سونا السودانية، أرسلت السودان تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع أثيوبيا بعد أيام قليلة من كمين للجيش الأثيوبي وميليشيات ضد جنود سودانيين. واصلت القوات المسلحة السودانية تقدمها على الخطوط الأمامية، وأوضحت الوكالة أن القوات المسلحة أرسلت تعزيزات كبيرة داخل منطقة الفشقة السودانية على طول الحدود لهذه المنطقة الزراعية الشرقية. غالبا ما تحدث هناك مشاكل مع المزارعين الأثيوبيين الذين يأتون للزراعة في هذه الأرض المطالب بها من قبل السودان. توجه قائد الجيش السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان، الذي يرأس أيضا أعلى هيئة تنفيذية في البلاد، لمدة 3 أيام إلى المكان الذي فقد فيه الجيش 4 جنود، بينهم ضابط وأصيب 27 بجروح. عامل آخر من عوامل عدم الاستقرار في السودان وخاصة المنطقة الحدودية لأثيوبيا هو الأزمة الإنسانية الخطيرة، مع وصول 50,000 لاجئ فروا من الحرب في منطقة تغراي الأثيوبية إلى أراضيها. لكن من الواضح أن السودان لا يريد الحرب، وأثيوبيا كذلك. خلال زيارته إلى أديس أبابا في 13 ديسمبر، تحدث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع نظيره الأثيوبي حول استئناف العمل على ترسيم الحدود بين البلدين. من جانبها حرصت أديس أبابا على التقليل من أهمية الكمين. تجدر الإشارة إلى أن الخطاب تغير منذ ذلك الحين. أعلن الجيش السوداني أن هذه المرة القوات النظامية للجيش الأثيوبي اخترقت الحدود بعمق 5 كيلومترات. أهم ما يجب تذكره هو تطور الموقف السوداني من تفعيل سد النهضة الأثيوبي الذي ينتظر المرحلة الثانية من الملء. وبعيدا عن الخلافات على الحدود بين البلدين، تشكك الخرطوم في شرعية بناء هذا السد، لأنه يبنى على أرض تنازلت عنها منذ زمن طويل مقابل وعد بعدم بناء سد هناك. وبما أن أديس أبابا لم تحترم هذا الشرط، فإن السودان يعارض الآن هذا الضم على الأقل حتى التغيير المنشود في السياسة العدوانية لجارته. يجب ألا ننسى أن هذا السد سيعطش 20 مليون سوداني، ليست فقط مصر وحدها التي ستعاني.
مصر ليس لها حدود مع أثيوبيا، فليس لديها ما تخسره إذا قصفت سد النهضة الأثيوبي، أو هل هي في النهاية ستكتفي بشن حرب بالوكالة تدفع فيها السودان إلى المواجهة؟ الكل توقع تحركاً مباشراً للقوات الجوية المصرية ضد السد لوقف هذا المشروع. هذا ممكن من الناحية الفنية والتقنية، لأن القاهرة لديها الوسائل العسكرية، لكن العواقب كانت رادعة. أولاً، سيتعين على مصر اتخاذ إجراءات قبل التعبئة الثانية، وإلا فإن مخاطر الفيضانات على السودان ستكون وخيمة. وقد تراكمت بالفعل التعبئة الأولى 5 مليارات متر مكعب، وحرمت السودان من جزء من التدفق المعتاد. ثانياً، المرافق المستهدفة محمية بشكل جيد، وتوقعت أديس أبابا وقوع مثل هذه الضربة، وتتحدث بعض المصادر عن تأمين إسرائيل للسد. هذا ممكن لأن الإسرائيليين استثمروا فيه الكثير من المال، وبالتالي فإن الضربة الجوية قد تتكبد خسائر، وقد يكون نجاحها غير كافٍ. ثالثا، على الرغم من أن أديس أبابا ليس لديها القدرة على الانتقام من السدود المصرية، وعلى الرغم من أن ميزان القوى لصالح القاهرة إلى حد كبير، أعتقد أن مصر لا تريد أن تظهر كالدولة المعتدية في نظر العالم. رابعا، تراهن القاهرة على المشكلات الفنية التي يواجهها مشروع السد، وتؤكد لها صور الأقمار الصناعية وتقارير المخابرات إن السد لن يتمكن من استخدام أكثر من ثلث طاقته. بالتأكيد تفضل القاهرة شن الحرب بالوكالة، لأن أثيوبيا لا تمنحها خيارا، وتصر على تعطيش السودان ومصر. كانت رسالة القاهرة واضحة عندما أجرت مناورات عسكرية مشتركة بين قواتها الجوية وقوات الخرطوم، هذا بمثابة إعلان دعمها التام للسودان في مواجهة محتملة مع أثيوبيا. لكن السودان لا يحتاج لمن يدفعه إلى الحرب، حتى لو دعمته مصر، أثيوبيا هي من تدفعه إلى المواجهة باستخدام السد كسلاح الكوارث الطبيعية. دعونا لا ننسى أنه خلال فترة التعبئة الأولى عانى السودان من جفاف أعقبه فيضان تسبب بأضرار جسيمة للشعب السوداني. كان يمكن لأثيوبيا تجنب هذه الكارثة من خلال الإبلاغ عن تواريخ إغلاق وفتح الصبابات، لكنها رفضت القيام بذلك. لا يمكن أن تذهب مفاوضات السد إلى انفراج من وجهة نظر مصر. هل فعلاً أثيوبيا تحاول فقط كسب الوقت؟ ما هي الحجج التي تقدمها القاهرة؟ تم الإعلان عن المشروع في 31 مارس آذار 2011، وبدأ في 28 مايو أيار 2013، ومن المتوقع أن يستمر البناء حتى عام 2022، ما تسبب بتوترات مع دول المصب أي السودان ومصر، التي تخشى انخفاض تدفق المياه وتراكمات الطمي. تمثل المياه من المرتفعات الأثيوبية 86% من المياه المستهلكة في مصر، و 95% أثناء الفيضانات. يوفر النيل الأزرق وحده 59% من تدفق النيل. لذلك تسبب مشروع سد النهضة في توترات خطيرة مع الحكومة في القاهرة في عام 1902، ألزمت معاهدة 15 مايو أيار أثيوبيا بعدم بناء أي أعمال هيدروليكية على النيل الأزرق أو السبات دون موافقة السلطات البريطانية التي حكمت مصر في ذلك الوقت. في عام 1959 تم توقيع اتفاقية بين مصر والسودان تخصص سلسي المياه للأولى و 22% للثانية، وتتقاسم دول المشاطئة الأخرى الميزان.
في عام 1999 تم إنشاء مبادرة حوض النيل في أديس أبابا، والتي تجمع بين الدول المجاورة لنهر النيل، أي بوروندي، الكونغو، مصر، أثيوبيا، كينيا، رواندا، السودان، تنزانيا وأوغندا، والتي تشكك في هذا التوزيع. في عام 2015 وقعت مصر والسودان وأثيوبيا اتفاقية مبدئية بشأن توزيع المياه وسد النهضة في مارس آذار. قرروا دعوة المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية لتقييم الآثار البيئية للجداول البناء المقترحة من قبل هذه البلدان. اجتمعت هذه المجموعة بانتظام وكانت على وشك إصدار تقرير توافقي وتوصيات، حيث قررت مصر الذهاب إلى الوساطة، الأمر الذي أدى في المجموعة إلى وضع المصريين في صعوبة، حيث أصبحوا قادرين على الشعور بأنهم ملزمون بعدم كتابة أو قول أي شيء يمكن أن يقوض الموقف التفاوضي للحكومة. في عام 2017 في ديسمبر زار وزير الخارجية المصري سامح شكري أثيوبيا من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام. في 2 يناير أي كانون الثاني 2018 ترغبت مصر في إجراء مناقشات مباشرة مع أثيوبيا باستثناء السودان من المفاوضات، واقترحت البنك الدولي كوسيط محايد في الصراع. في 18 يناير 2018 قام رئيس وزراء أثيوبيا هيلي مريم ديسالين بزيارة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في القاهرة من أجل تخفيض الموقف للبلدين. أثيوبيا ترغب في ملء سريع للسد بأقل من 7 سنوات من أجل الاستفادة بسرعة من إنتاج الكهرباء، بينما ترغب مصر في تمديد هذه الفترة حتى لا تقلل من تدفق النيل كثيرا. أثيوبيا ترفض تحكيم البنك الدولي الذي لا يريد تمويل بناء السد. في بداية أبريل نيسان صرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن المفاوضات فشلت من جديد، فبينما تم بناء السد بنسبة تزيد عن 70%، وضم الاجتماع الذي عقد في 4 مساء في الخرطوم مصر والسودان وأثيوبيا الموضوع أكبر من مشكلة المياه، فإن الهيمنة المصرية على المنطقة موضوع تساؤل في أثيوبيا، بينما السد هو رمز للفخر الوطني. من الملفت أن يوم الخميس 26 يوليو أي حزيران تم العثور على سيميشنيو بكيلي مدير السد ميتان في سيارته. في عام 2019 بينما لا تزال كل دولة معنية تنتظر نتائج تقييم علمي مستقل حول مخاطر السد على دول المصب، يواجه الخبراء العلميون مفاوضات بين الدول الثلاث التي يبدو أنها في طريق مسدود، خاصة بين أثيوبيا ومصر التي يأتي 90% من مياهها العذبة من نهر النيل، والتي تخشى أن يؤدي السد إلى ندرة في المياه لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة خلال السنوات 5 إلى 7 المقبلة اللازمة لملء خزان السد. قررت مصر في أوائل أكتوبر أن تطلب من دولة أخرى تسوية النزاع، أي الولايات المتحدة. أثيوبيا رفضت هذا الاقتراح. ما يقلق القادة السياسيون هو أنه في حال نشرت النتائج فلن يكونوا قادرين على تغيير مواقفهم. خلال هذا ناشد عالم الأبحاث الطبيعية عبر مجلة علمية مصر وأثيوبيا والسودان بالسماح للباحثين بالإكمال العمل الذي طلب منهم. وصلت المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا في أوائل أكتوبر 2019 في الخرطوم إلى طريق مسدود. تريد مصر ملء خزان سد النهضة بأبطأ ما يمكن في غضون 15 عاما تقريبا، بينما يقترح جدعون أسفاو وزير المياه في أديس أبابا 4 إلى 7 سنوات. تطالب مصر بضمان تدفق 41 مليار مترا مكعبا سنويا، لكن أثيوبيا ترفض الالتزام بهذا الرقم.
لكنها تشير إلى أنها قد تمنح 30 مليار متر مكعب. وعدت مصر أثيوبيا بإمكانية تصدير بضائعها إلى البحر المتوسط عبر أراضيها إذا خففت أديس أبابها إصرارها. هل يمكن أن تمتد الحرب بين هذه الدول إلى المنطقة كلها؟ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن استقرار أثيوبيا مهم لمنطقة القرن الأفريقي بأكملها. إذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أظهر دعمه لمصر في حال قررت تدمير السد الأثيوبي بل وشجعها على القيام بذلك، فإن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ليس مهتم بالصراع المرتبط بالسد، وهو أظهر تفضيله إلى حد ما لأديس أبابا بتعليق العقوبات المفروضة عليها. يبلغ عدد سكانها أكثر من 110 ملايين نسمة، وهي واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في القارة. ما يحدث في أثيوبيا حتما له أثار أوسع، ستؤثر حرب إقليمية على أكثر من 250 مليون شخص، لذا يمكنك تخيل العواقب. دعونا لا ننسى الوجود الأجنبي في المنطقة. تستضيف جيبوتي وإريتريا قواعد عسكرية وبحرية وجوية من عدة دول على أراضيها، بما في ذلك فرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والإمارات العربية المتحدة وحتى إسرائيل وإيران بشكل أكثر تكتما على الأقل في الماضي. وتأتي آخر تطورات الأحداث من بيان للسلطات السودانية الذي أعربت فيه عن مخاوفها من أن أثيوبيا ترسل تعزيزات عسكرية بالمدفعية وراجمات الصواريخ إلى الحدود، وهذا مؤشر على تصاعد حقيقي في التوتر بين البلدين. تواصل أديس أبابا استفزازاتها للقاهرة والخرطوم، فهل لديها بالفعل هامشا للمناورة أم إنها تحاول كسب الوقت لوضع الجميع تحت الأمر الواقع؟ وما هي خيارات القاهرة العسكرية؟ في الواقع تجد أثيوبيا نفسها معزولة وبدون دعم، على الرغم من أن واشنطن فقدت اهتمامها بالصراع على السد، إلا أن الأزمة الإنسانية التي تتعاظم في المقاطعة المتمردة كانت بمثابة ذريعة للضغط على أثيوبيا وإريتريا حتى تسحب كلاهما القوات العسكرية من مقاطعة تيغراي. حتى أن أثيوبيا حاولت الاقتراب من تركيا لكسب التأييد في مقابل الموقف المصري، لكن يبدو أن اسطنبول لا تريد إثارة غضب القاهرة في هذا التوقيت. تبدو مصر عازمة على إفشال المشروع الأثيوبي، وهذا يفسر زيارة عبد الفتاح البرهان للقاهرة والتي أعقبتها زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للخرطوم يوم السبت 6 مارس/آذار 2021، وهي الأولى منذ سقوط اللواء عمر البشير. منذ عدة أشهر شرعت السودان ومصر في تقوية العلاقات الاستراتيجية بينهما، والتي تميزت من بين أمور أخرى بموقفهما المشترك بشأن السد الأثيوبي. وتحدث رئيسا الدولتين عن سد النهضة على النيل الذي يضعهما في مواجهة أثيوبيا، وانحذا إلى موقف مشترك يمنع أديس أبابا من تنفيذ مشروعها من طرف أحادي. هذا التحالف بين البلدين العربيين المعتمدين على النيل يعطي ثقلا أكبر للتهديدات المصرية. الآن ستكون القوات المسلحة المصرية قادرة على دعم عمل بري للقوات المسلحة السودانية في حال عدم كفاية الغارة الجوية. من غير المحتمل أن تفشل الضربة الجوية المشتركة، حيث تمتلك القاهرة طائرات هجومية عالية الأداء مثل الرافال F3 والميج 29 M2 والF16 والميراج 2000، وكلها قادرة على قطع المسافة اللازمة وضرب السد بدقة.
الطيارون المصريون مدربون جيدا ومستعدون، كما تم تجهيز سلاحها الجوي بقنابل موجهة مضادة للتحصينات. ويصطف السودان أيضا طائرات قادرة على المشاركة في الضربات. كل هذه العناصر تعني أن أديس أبابا لن تكون قادرة على الاستمرار في المراوغة مع خصومها بعد الآن والاستفادة من الوقت الضائع. إذا أعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد. يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبإرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين.